السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دايما متعودين من لازور دي ان هي بتتحفنا كل يوم بالجديد. والنهاردة الدبلة المميزة جدا اللي انتوا هتشوفوها، وكنا اول حد نقدمها رولكس، والدبلة التانية المقسمة الى تلات اجزاء، اصفر وابيض واحمر. والرولكس دي كانت دبلة قديمة، ودلوقتي لازور دي طلعتها لنا من جديد تاني اهي بوزن 6 جرام تقريبا. الدبلة دي 6 جرام، الدبلة الرولكس دي لو خدنا بالنا التقسيمات والتجزيعات بتاعتها، رغم ان هي الرولكس دي انتوا عارفينها طبعا على اسم الساعة الرولكس، لان نفس استيك الساعة رولكس اشهر او من اشهر الماركات العالمية. والدبلة الرولكس دي بتبقى معمولة من 3 قطع، يعني هو بيعمل قطعة اصفر وقطعة الابيض وقطعة الاحمر. دي ليه كده؟ عشان ما يبقاش تلوين. حتى لو شفنا الدبلة من الداخل كده مثلا اهو، هيبص ان الدبلة فيها 3 قطع فعلا اهم، والتلات قطع بيرجع تاني يعمل لهم زي مرحلة كبس كده بالليزر، زي الهرم لما بقى تفريغ هواء، ويبقى فيه لحام بعد تفريغ الهواء ده بالليزر، بحيث ان هو بينعم او الناحيتين لغاية ما يخشوا بالمكنة على بعض ويخش اللحام فيهم. يبقى ما انتش شايفه الحام من جوه خالص اهو، زي ما انت شايفه الدبله من جوه عامله ازاي. لازور دي طبعا شركه رائده في صناعه الدبل، فعلا فعلا نمبر 1 في صناعه الدبل، ودي حد ما يقدرش يتكلم فيها ولا يجادل فيها. كمان عملوا لنا الدبله الثانيه اهي مكان الرولكس، عشان في حد هيقول طب الرولكس انا عاوز حاجه ثانيه ما تبقاش تبقى ناعمه خالص. اهي شايفه عامله ازاي الدبله دي، والدبله دي برده 6 جرام صب، برضه بالثلاث الوان الجمال جدا، وجاي عامل تفريغه في النص اهي صغيره، والابيض حز صغير خالص، واحمر واصفر من ناحيتين، اعتقد شيك جدا جدا جدا. وهي عرضها متوسط، لا هي عريضه قوي ولا كنزه قوي. هل احنا ده بس اللي معانا؟ لا، الكل يوم زي ما انتم عارفين ان هي لازور دي تحمل معاني كتير جدا بالنسبه لينا. ليه؟ مين بيطور زي لازور دي بالذات في صناعه الدبل؟ مين اهو؟ الدبله دي لونين مختلفين، احمر واصفر، 4 جرام 4 جرام، وهم اتعودوا على الدبله المبطنه اللي هي عشان تبقى عاليه كده باينه في الصباع زي ما انت شايفه، وستانيه بنقش خفيف جدا، دي اسمها النجوم. هتلاقي الدبله فيها النجوم زي ما تكون بتلمع، زي ما تكون فيها نجوم فعلا يعني. ويجي يقول لك طب ما انا يعني انت العرض ده في ناس مش عاوزاه، يقول لك طب ما انا هعمل لك واحده ثانيه اجمل اعرض اهي. لا ده انا عاوز اعرض اعرض اهو. ايه رايكم بقى لما يجي يشكل ده ويعمل منه الاحمر ويعمل منه الاصفر ويعمل منه العريض ويعمل منه الكنز ويعمل منه المتوسط؟ مين بيعمل كده يا جماعه؟ لازور دي فقط لا غير. لازور دي هي اللي بتعمل الشغل ده فقط لا غير. مش عاوز اطول عليكم طبعا، لكن بجد انا جايب معايا عينات بس من لازور دي المره دي، وبعد كده هوريكم شغل تاني على مدار اليوم يعني النهارده اهو. بصي لازور دي عامله دبله عامله ازاي؟ الدبله بتدي جميله جدا 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 جدا، فيها فصوص والجنبين زي ما انتم شايفين كده، واللمعه بتاعتها شديده. طيب كمان انا مش عاوز انسى الشكل اللي هو ده اهو، الشكل اللي هو ده انتم شايفينه الستانيه ده باللمعه الشديده دي، ودبله طبقتين، واللون بتاعها اللي هو البينك او الاصفر البينك، ولا الدبله دي اهو كمان نفس الكلام ستانيه نجوم، بس جاي هنا الحرفين فيهم ايه؟ حز جميل كده. الدبلتين دول برضو السنه دي كانوا متفوقين معانا جدا في شركه لازور دي. انا مش عاوز اطول عليكم، الفيديوهات بتاعتي قصيره كده عشان ما حدش يمل منها، ولكن اوعدكم ان على طول كل شويه هتلاقي فيه فيديو اهو. وادي دبله كمان اهي يا جماعه 3 جرام، الدبله دي لازور دي عاملاها 3 جرام. تطينه والجمال والشغل ده كله 3 جرام بس. فقط 3 جرام هذه الدبله الجميله 3 جرام. زي ما انتم شفتوا كده اهو، كل يوم لازور دي بتطور من انتاجها، ودي كانت مجموعه اشكال بسيطه حابين ان احنا نوريها لكم وتشوفوها معانا كحاجه جديده لسه لازور دي جايباها. وكده اكون انا وصلت لنهايه الفيديو دوت، واشكركم جدا على المتابعه، وارجو ان يكون عجبكم الاشكال الجديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.